ده بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقاء مخيم المنار التقني سابقاً الافتراضي حالياً، أعزائي الهيئة التدريسية والإدارية، أعزائي الطلبة وأولياء الأمور المحترمين، عدنا لكم مع أجازة الربيع نحمل لكم باقة من الأمنيات السابقة ومجموعة من الفعاليات المختلفة والمتنوعة التي تم التصويت لها عبر استطلاع الرأي الأسبوع الماضي، ونتمنى لكم قضاء أوقات مفيدة وممتعة معنا. يسعدنا البدء بفقرات هذا اليوم بكلمة ترحيبية من المشرف العام على مخيم المنار الأستاذة عائشة الجسمي مدير مدرسة المنار النموذجية بالشارقة، فلتتفضل أستاذة عائشة. السلام عليكم ورحمة الله. نبدأ بالصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نرحب بضيوفنا الكرام من طلبة وأولياء أمور وعاملين وهيئة إدارية وتدريسية، سعداء بانضمامكم معنا في بداية انطلاق فعاليات مخيم ربيع المنار الافتراضي بعد انقطاع، ونقول عدنا إليكم من جديد حاملين معنا لكم كل الحب والمتعة والفائدة، آملين أن نوفق فيما يقدم لكم وأن تستمتعوا معنا من خلال فعالياتنا التي حرصنا أن نركز فيها على جودة حياتكم ورفاهيتها، وأن نضفي عليها نوع من المتعة والتعلم في آن واحد. فأهلا وسهلا بكم معنا، شاكرين لكم الحضور والمشاركة، ونتمنى لكم قضاء وقت ممتع ومفيد، فمرحبا بكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله. الآن أريد أن أرحب بالأستاذة سحر علي السيد، معلمة برياض الأطفال حاصلة على جائزة الشارقة للتميز التربوي فئة الأسرة المتميزة في دورتها السابقة، وهي اليوم معنا مشكورة لتعرض تجربتها وتعرض خبراتها في إعداد ملف الترشح لفئة الأسرة المتميزة. أهلا بك أستاذة سحر، ونتمنى لك إن شاء الله تعالى جلسة موفقة وجميع الحضور الاستفادة. فقط للتسكير نود فقط أن ننوه أن في نهاية الورشة سوف يتم عرض رابط الحضور للتسجيل وإن شاء الله الحصول على الشهادات لاحقا. أيضا التنويه أن الحلقة مسجلة وسوف يتم إن شاء الله تعالى عرض الفيديو على القناة اليوتيوب بإذن الله تعالى. تفضلي أستاذة سحر، موفقة عزيزتي. شكرا حبيبتي، أشكرك شكرا جزيلا، وأشكركم وأشكر جميع القائمين على إتاحة الفرصة لنا لنشر ثقافة التميز، وأتمنى إن شاء الله للجميع الفوز. جائزة الشارقة للتميز والتفوق التربوي فئة الأسرة، لا أقول لها أقول أنها في غاية السهولة، ولكن ما شاء الله أي أسرة متميزة تهتم بأبنائها كما يجب أن يكون سوف تحصل على هذه الجائزة. اليوم إن شاء الله سوف نتناول معا معايير جائزة الشارقة للتميز التربوي فئة الأسرة المتميزة. نجد أنها ثلاث معايير رئيسية، ولكن يجب على الجميع قبل أن يبدأ في ملف الجائزة أن يقوم بقراءة الإرشادات والشروط العامة أولا، ثم بعد ذلك يقوم بقراءة الإرشادات الخاصة باستمارة الترشيح وملف المرفقات جيدا، ثم بعد ذلك يقوم بقراءة الفئة أو الإرشادات الخاصة بالفئة للترشح وهي فئة الأسرة المتميزة. يجب عليه أن يقرأها قراءة جيدة، فهي يحق للأسرة، سوف نقرأها معا، فقط نقرأ الآن الشروط الخاصة بفئة الأسرة المتميزة. يحق للأسرة التقدم لجائزة الشارقة للتفوق والتميز التربوي إذا كان أحد أبنائها مقيد في إحدى المدارس الحكومية أو الخاصة أو مراكز التعليم المستمر في دولة الإمارات العربية المتحدة،
ويكون أفرادها من الوالدين أو أحدهما أو من يعول. إذا كان لا قدر الله واحد أحد الآباء متوفيون رحمة الله عليهم، يحق أيضا للأسرة أن تشارك وتوزع الدرجة على الآخر. أن تتقدم الأسرة الجائزة من خلال إحدى مدارس الأبناء أو مراكز التعليم المستمر. ألا يقل عدد الأبناء المقيدين في المدارس عن 2. في حال عدم وجود أحد الوالدين تضاف الدرجة كما قلت للطرف الآخر. يراعى أن تكون هناك مشاركات لجميع أفراد الأسرة جميعها، وعدم التركيز على أفراد محددين في الأسرة فقط. أن يكون المتقدم قد فاز بجائزة الشارقة للتميز التربوي في نفس الفئة قبل انقضاء 3 دورات من عام الفوز. الآن سوف ننتقل إلى المعايير. جائزة الشارقة للتميز التربوي فئة الأسرة المتميزة كما قلنا هي 3 معايير رئيسية. أولاً الأسرة والمدرسة، ثانياً الرعاية الشاملة، ثالثاً الأسرة والمجتمع. كل معيار رئيسي في هذه المعايير ينقسم إلى 3 معايير فردية أو فرعية. إذا أخذنا أولاً الأسرة والمدرسة، الأسرة والمدرسة تنقسم إلى 3 معايير أو 3 بنود: متابعة الأبناء في المدرسة، الرعاية الأكاديمية للأبناء ونتائجهم الدراسية، التعاون مع المدرسة. سوف نتكلم على كل نقطة تفصيليا وكيف نضع الدليل لهذه النقاط. أولا نقطة متابعة الأبناء في المدرسة، يحرص الأب والأم والأبناء ومن هو أكبر سنا في الأسرة على متابعة الأبناء متابعة جيدة من خلال التواصل والاتصال مع المدرسة. في هذه النقطة يجب أن نضع في جدول في صفة المتابع إذا كان أب أو أم أو أحد الإخوة الكبار اسم الابن الذي نقوم بمتابعته وسبب المتابعة. سبب المتابعة عندي إما تحصيلي أو سلوكي. يجب أن تتنوع المتابعة، ممكن أن تكون زيارة إلى المدرسة أيام التعلم الافتراضي، أيام التعلم الواقعي. الآن لا يوجد تعلم واقعي، ممكن أن تكون اتصال هاتفيا، رسالة على الواتساب. هذه بعض الأمثلة التي يمكن أن نضعها في هذا المعيار، والكثيرون منا يقومون بالاتصال والتواصل مع المدرسة بوسائل مختلفة، ممكن أيضا عن طريق التليجرام، ممكن عن طريق الإيميل، أنه ينوع في وسيلة الاتصال مع المدرسة للسؤال عن الابن، وأن يكون أيضا كما ذكرت خاص بالسلوكي والتحصيلي. يكون حريص على مشاركة أبنائه في أنشطة متنوعة مختلفة داخل المدرسة، ويكون حريص على متابعة أي مشكلات للأبناء إن وجدت هذه المشكلات. فينوع في الدليل في هذه النقطة، ممكن رسالة من المدرسة تفيد أنه دائم المتابعة والحضور اللقاءات الأسبوعية أو الشهرية الخاصة بالمدرسة، والآن التعلم عن بعد أتاح لنا أن نستطيع أن نحضر الاجتماعات الخاصة بالمدرسة. ممكن أيضا شهادة شكر تفيد أنه مهتم بالأبناء، وممكن إفادة أيضا من المدرسة تثبت ذلك. هذا ما نضعه في هذا المعيار، وأعتقد أن الجميع لديه هذه الدلائل، ولكن نتحدث نحن نقول الأسرة المتميزة. إذن يجب أن تكون متميزة في الدلائل في الأدلة التي تضعها وتكون متنوعة. إذا انتقلنا إلى النقطة الثانية، قبل أن ننتقل إلى النقطة الثانية يذكر الولي الأمر 10 إجراءات أو إجراءات تم تنفيذها. يخصص 10 درجات لكل جزء تم تنفيذه، فيكون مجموع هذا البند 100 درجة. إذا انتقلنا إلى المعيار الآخر وهو الرعاية الأكاديمية للأبناء ونتائجهم الدراسية، هي فيها نقطتين. أول نقطة أساليب الرعاية الأكاديمية التي تتبعها الأسرة، ثم بعد ذلك يعقبها النتائج الدراسية التي حققها الأبناء. نحن عندما نتابع أبنائنا رعاية أكاديمية ونهتم بهم، بالطبع سوف ترتب على ذلك نتائج دراسية مبهرة وعلاماتهم ترتفع. أساليب الرعاية الأكاديمية عليها 40 درجة، نتائج الدراسية التي حققها الأبناء عليها 60 درجة.
إذا تحدثنا في نقطة الرعاية الأكاديمية التي تتبعها الأسرة، كما ذكرت سالفا نحن نتحدث عن أسرة متميزة، فلا شك أن جميع الأسر بلا استثناء لها جهود مع أبنائها وتسعى دائما لرفع المستوى التعليمي والأكاديمي لأبنائها بشتى الطرق المختلفة وفي لكي تصل إلى أعلى المستويات. ولكن عندما نقول أسرة متميزة فيجب أن يكون لها جهود متميزة أكثر من غيرها، تكون بارزة وواضحة في مجال الرعاية لأبنائها. فيجب أن توضح الأساليب التي تتبعها الأسرة في مجال توفير الرعاية الأكاديمية لأبنائها وترفق الأدلة أو ترفق الأدلة الداعمة لذلك. في هذا يطلب منها أن تضع أسلوب الرعاية واسم الابن والذي تقوم برعايته لا يقل عن 2، يمكن أن يزيد إلى 3 ولكن لا يقل عن 2. في أمثلة كثيرة جدا لأسلوب الرعاية. نحن الآن في الإجازة الصيفية، نستطيع أن نستثمر هذه الإجازة في وضع أساليب رعاية مختلفة ومتنوعة لأبنائنا. ممكن أن على سبيل المثال سوف أطرح لكم بعض الأمثلة، ومن لديه سؤال إن شاء الله نتناقش في نهاية الورشة. ممكن أن نحضر كتب الفصل الثالث لأبنائنا للتهيئة، نهيئهم على قراءتها. ممكن أن يلتحقوا بأحد المراكز في التعلم الافتراضي، إذا كان مثلا على سبيل المثال لدي ابن لديه قدرات أقل عن إخوانه في مادة ما، اللغة الإنجليزية أو اللغة العربية أو الرياضيات، علي أن ألحقه ببرنامج يقوي مهاراته في هذه الناحية. لذلك أكون أنا قمت بأسلوب رعاية متميز لأبنائي. إذا انتقلت إلى النقطة الثالثة في الأسرة والمدرسة، وهي التعاون مع المدرسة. وقبل أن أنتقل إلى التعاون مع المدرسة، لدي نقطة النتائج. هذه يعني متوفرة عند جميع المتميزون، أنا أو أكثر من المتوسطون، الجميع لديه هذه النقطة، هي النتائج الدراسية التي حققها الأبناء. ماذا نعني بالنتائج الدراسية التي حققها الأبناء؟ هي الشهادة التحصيلية التي حصلها الأبناء. يجب أن تتنوع أن أسلوب الرعاية الأكاديمية للأسرة لكي نصل إلى تفوق دراسي لأبنائنا. فيطلب مني في هذا البند، فقط في هذا البند، أدلة تثبت تفوق 2 من الأبناء في 3 سنوات على التوالي. نذكر هذا العام على سبيل المثال 2020-2021. إذن يجب أن نضع في هذا البند 3 شهادات ل3 أعوام ماضية لإثنان من الأبناء، تثبت لي أنه متفوق دراسيا ويعني استطاع أن يحصل على نسبة فوق أو أعلى من 90%. 3 أعوام هما 2020-2019، 2019-2018، 2018-2017. إذن ما هو مطلوب مني فقط؟ أن أضع أدلة لإثنان من الأبناء، كل ابن 3 شهادات من عام 2017 إلى 2020 تثبت أنه نسبته 90% فما أعلى، أكون أخذ 60 درجة، كل شهادة عليها 10 درجات. إذا انتقلت إلى ثانيا وهي الرعاية الشاملة. الرعاية الشاملة فيها كم نقطة؟ 3 نقاط. أولا التنمية الذاتية، ثانيا الرعاية الدينية للأبناء، ثالثا رعاية الاحتياجات الخاصة. سوف نتناول كل نقطة على حدة ونشرح ونوضح ماذا يجب أن نضع في هذه النقطة من الدلائل القوية التي تثبت أن أهمية هذه النقطة.
لا إله إلا الله، الأذان كان يؤذن معذرة. إذا الآن ثانيا الرعاية الشاملة. إذا تحدثنا عن التنمية الذاتية وهي أحد بنود الرعاية الشاملة، فهي التنمية الذاتية للأسرة طبعا لازم أو يجب على الأب والأم أن يحرص على تطوير مهاراتهم. قبل أن ننتقل لهذه النقطة الثانية الرعاية الشاملة، هل يوجد أسئلة على نقطة الأسرة والمدرسة؟ أو الأسئلة إن شاء الله في النهاية، هل هي واضحة أم كنت سريعة؟ واضحة حبيبتي، واضحة. واضح واضح النصيحة. نعم حبيبتي. إذا ننتقل الآن إلى كما قلنا الرعاية الذاتية، فنجد فيها التنمية الذاتية الأسرة والرعاية الدينية للأبناء. التنمية الذاتية الأسرة يحرص أو تحرص الأم والأب المتميزين دائما على تطوير مهارات وقدرات أبنائهم الشخصية. عندما أطور ذاتي أو أطور ابني ذاتيا، إذا ماذا أفعل؟ أن أحرص على حضوره الورش، المحاضرات، الملتقيات الهادفة التي تنمي لديه ذاته وقدراته على التطور الشخصي لديه، وتزوده بالمعارف والمهارات وتطور شخصيته. مطلوب مني هنا أن أبرز 10 برامج تدريبية مختلفة ومتنوعة تشمل جميع أفراد الأسرة، وتخصص 10 درجات لكل برنامج ولا يكون في تشابه. على سبيل المثال، إذا حضرت أنا وعائلتي ورشة معينة أو 5 ورش نفس الورش، عندما أضع الدليل لا يجب أن أضع هذه ال5 ورش لنا جميعا، ولكن كل فرد من العائلة يأخذ ورشة واحدة. إذا حضرت أنا ورشة عن تطور الذات، ورشة عن الأخلاقيات، ورشة فكلنا جميعا حاضرون، نحن ال5 إذا كانت أسرتنا عددها 5 أفراد، فيجب أن أنوع لكل فرد له شهادات مختلفة عن الفرد الآخر. لا أكرر، تكرار الدليل يقلل من أهمية الدليل، لكي يكون قوي لابد أن أبرز أقوى الدلائل ولا أكرر. إذا انتقلت إلى الرعاية الدينية، الرعاية الدينية فيها 2 نقطتين. النقطة الأولى حفظ القرآن الكريم، هي عليها 50 درجة. النقطة الثانية جهود الأسرة في تشجيع أبنائها على حفظ القرآن الكريم وتفسيره وتجويده ودراسته وخدمته بشكل عام. إذا أخذنا النقطة الأولى وتحدثنا عن حفظ القرآن الكريم، نحن نتحدث الآن عن أسرة متميزة، فلابد أن يكون أطفالها أو أبناؤها واصلين إلى مراحل متقدمة في حفظ القرآن الكريم. فالأسرة المتميزة لابد أن تحرص على أن تعلم أبنائها القرآن الكريم منذ الصغر، ولكن ليس تحفزه لأجل جائزة أو مسابقة معينة، لكن أن تنشئهم منذ الصغر على حفظ القرآن الكريم والتمسك بالآداب والعادات والأخلاقيات الإسلامية، والذي يحرص على تطبيقها داخل وخارج الأسرة. يطلب منه في بند حفظ القرآن الكريم الذي يوجد عليه 50 درجة الأم أن تكون حافظة لعدد من الأجزاء، والأب أن يكون حافظ أيضا لعدد من الأجزاء، و3 من الأبناء. الأم تأخذ 10 درجات، الأب 10 درجات، ال3 أبناء توزع عليهم 30 درجة. وإن كان لا يوجد لدي 3 من الأبناء ولدي 2 فقط من الأبناء فهذا يجوز، فيأخذ ال2 من الأبناء 20 درجة، وال10 درجات المتبقية توزع على باقي أفراد الأسرة لكي يكون يأخذوا درجات هذه الجزئية. فالأسرة المتميزة عندما تحفظ أبنائها القرآن الكريم فهي أيضا تحفظ معهم وتتابعهم، فهذا دليل على أنها تتابع. أو إذا أبنائها ذهبوا إلى مركز تحفيظ أو التحقوا بمسجد أو مركز من المراكز الموجودة في الدولة، فلابد أن يكون للأسرة دور أنها تسمع لهم، تهتم بهم، تراجع لهم ما حفظوه، تشجعهم على الحفظ الجديد. فلابد أن يكون للأسرة دور، فقط ليس متابعة للحفظ فقط، ولكن تحفظ أيضا معهم حفظا مجودا.
إذا انتقلنا إلى النقطة الثانية وهي جهود الأسرة في تشجيع أبنائها على حفظ القرآن الكريم وتفسيره وتجويده ودراسته. إذا النقطة الأولى يحفظ القرآن الكريم، النقطة الثانية يكون لديه فهم في تفسير القرآن ومعنى ويوضح آياته. الأسرة المتميزة تبين الجهود التي بذلتها في رعاية أبنائها. إذا كان الأبناء يذهبون إلى مركز، ممكن أن تقوم الأسرة إذا كان يحفظون في دورة مكثفة، ممكن الأسرة أن تقوم بالجهود، تتطوع الأب أو الأم أن يذهبوا معهم وقت الدورة المكثفة سواء كان افتراضي أو واقعي بالتسميع للأطفال أو الطلبة الموجودين في هذا المركز. هذا أسلوب. ممكن أن تقوم بإقامة حفلة لهم بمناسبة أنهم ختموا أجزاء معينة من القرآن الكريم، هذا يجوز. ممكن أن تقدم لهم بعض يعني الأطعمة إذا كان في التعلم الواقعي، لأن نحن نتحدث الآن عن دلائل أو نجمع أدلة لثلاث سنوات وليس هذه السنة فقط والعام الماضي أو الفصل الثالث من العام الماضي. فممكن أن تكون بجهود الأسرة تنحصر في تشجيع الأبناء الآخرين على حفظ القرآن الكريم وجهود مبذولة في تجاههم بالإضافة إلى جهودهم مع أبنائهم، فقد يمتد جهودها إلى خارج الأسرة. الجهود تبدأ أولاً بالأسرة والاهتمام بالأبناء والتحكم بمراكز التحفيظ ومتابعتهم وتسميع لهم وتثبيت لهم تسميع الجديد وتثبيت القديم، مع أنهم أيضاً يحفظون عدد من الأجزاء ويكون لديهم شهادة يعني مشاركة في عدد من الأجزاء، وإن كانت فوز يفضل، وإن لم تكن لديهم شهادة فوز لإحدى الآباء الأم أو الأب ممكن أن تكون لديهم شهادة مشاركة. هذا بالنسبة للرعاية الدينية للأبناء. إذا انتقلنا إلى رعاية الاحتياجات الخاصة للأبناء، فهي كلمة الخاصة تشتمل معنيان اثنان، ممكن أن يكون قدرات خاصة موهبة أو قدرات خاصة تحدي قدوة، يعني لا نقول ضعف دراسيا ولكن نقول يحتاجون إلى متابعة. ليس شرطا أساسيا أبدا للأسرة المتميزة أن يكون جميع أبناؤها متميزون، ليس شرطا أبدا. الأهم من ذلك هي جهود الأسرة في متابعة الأبناء. ممكن أن تكون أسرة لديها أبناء متميزون، سبحان الله، وهكذا متميزون ولا يحتاجون وقت طويل للمذاكرة والمتابعة والاهتمام، فهم لديهم مواهب، فهذا لا تكون أسرة متميزة بهذا الشكل. بالمقابل ممكن أن تكون أسرة لديها أحد الأبناء لديه قدرات خاصة، تحصيله منخفض أو متوسط، سبحان الله، ممكن أن يكون من أصحاب الهمم، ولكن هذه الأسرة تبذل قصارى جهدها في أن توصل له المعلومة، فهذه تكون قدرات خاصة. إذن القدرات الخاصة فقط ليست موهبة ولكنها أيضا تدني في المستوى الدراسي أو ممكن يكون من أصحاب الهمم. فيجب في هذا البند أن أوضح جيدا دور الأسرة في رعاية الأبناء. إذا لم يكن لديها أحد من أصحاب الهمم أو إن لم يكن لديها أحد من يعني تدني مستواه متوسط أو أقل من المتوسط وكان جميع أبناؤها متميزون، فتضع اثنان من الأبناء تركز على موهبتهم وتبرزها وما هي المجهود التي بذلتها الأسرة لكي تنمي هذه الموهبة وتظهر هذه الموهبة في هذا البند. فهذا ليس كما قلنا ليس شرطا أن يكونوا جميعهم متميزون أو موهوبون، ولكن يجب الفيصل في هذه النقطة جهود الأسرة. إذا كان موهوبا ماذا فعلت له؟ ما هي الخطة؟ ما هي البرامج التي وضعتها لكي تنمي هذه الموهبة وتظهره؟ وإذا كان متدنيا أو لا قدر يعني الحمد لله على أي حال من أصحاب الهمم، ماذا فعلت له؟ ما هي البرامج أيضا؟ وما هي الخطط؟ وما هي التي قامت بها لكي تنمي هذا الطفل وتظهره؟ وهكذا. ننتقل إلى الثالثا. أنا أتكلم، تسمعونني؟ نعم استاذ. سبحان الله يظهر امامي انه مغلق. لا واضح كل شيء. تسلمي، الله يعطيك العافيه.
أستاذة سحر الآن أغلق الصوت. نعم الآن تسمعونني؟ نعم الآن نعم أستاذ. سبحان الله أنا أتحدث ولا أنظر إلى سبحان الله المايك وقد وجدت أمولك. نعم ننتقل إلى ثالثا أيضا عندي ثلاث هو معيار رئيسي يتكون من ثلاث معايير فرعية. المعايير الفرعية هي المبادرات والمشاركات المجتمعية التطوعية. اثنان التحفيز للمشاركة في جوائز التميز التربوي ونشر ثقافة التميز. الثالث هو جهود الأسرة في تعزيز الهوية الوطنية وقيم المواطنة. نأخذ نقطة نقطة ونرى كيف نفهمها بشكل مبسط. جدا جائزة الأسرة أو جائزة الشركة للتميز فئة الأسرة المتميزة أجدها بسيطة لكل أسرة مجتهدة مع أبنائها، ولا يوجد شرط أساسي أن كل أبنائي لديهم جوائز تربوية عالية لديهم مواهب متنوعة، أبدا أبدا ليس شرطا أساسيا. الفيصل والمهم في هذه الجائزة جهد الأسرة، ماذا فعلت الأسرة؟ ممكن أن تكون أسرة لديها 5 من الأبناء متميزون ولديهم مواهب متنوعة، وأسرة أخرى لديها طفل واحد أو ولد واحد متفوق وطفل متدني المستوى وتفوز سبحان الله وتأخذ الجائزة. أهم شيء نبذل عقلها وتوكل، نبذل ما نستطيع أن نقوم به ونقارن أنفسنا بأنفسنا، ما نقارن أنفسنا بالآخرين. أقول هذه أسرة ممكن أن مش تستطيع أن تأخذ الجائزة وأنا لا، أبناؤها لديهم عدد كذا أو لديهم تفوق دراسي أو لديهم مواهب وأنا أبنائي لا، بالعكس الاجتهاد فقط. المهم في هذه الجائزة القيمة مجهود الأسرة وماذا فعلت للارتقاء بأبنائها. فعندما نتحدث عن المبادرات والمشاركات المجتمعية لا يوجد أحد لا يوجد لديه مشاركات مجتمعية، مع التعلم عن بعد ما شاء الله أرى الجميع يشارك أبنائه في المناسبات جميعها الحمد لله، يعني سهل التواصل عن سهلنا التعلم عن بعد سرعة التواصل وجعل العالم كله في قرية صغيرة. نحن الآن جميعا العالم بأكمله وليس الوطن العربي فقط أنه قرية صغيرة، أستطيع وأنا جلسة مكاني هنا في غرفتي أضغط على زر واحد وأدخل محاضرة أو ورشة أو مؤتمر أو لقاء في أعلى مستوى العالم وليس على مستوى الوطن العربي. فهذه من مميزات التعلم عن بعد ومن مميزات البيئات الافتراضية. لا يوجد، لا أظن أن يوجد أسرة هنا في الإمارات خاصة ليس لديها مشاركات مجتمعية فيها وليس لديها تنوع في المشاركات المجتمعية، وهي من نفس المناسبات الوطنية والقومية وغيرها من المناسبات. المفروض على الأسرة أو يجب عليها أن تعرض أهم 10 مشاركات لأفراد الأسرة وتكون متنوعة وموزعة على كافة أفراد الأسرة، تخصص 10 درجات لكل مشاركة. وأنتبه جيدا لا أضع مشاركات متشابهة، ولا أضع. نحن كما قلت وأقول مرة أخرى نحن شاركنا في 10 أنشطة نحن جميعا، لا أكرر أضع لكل فرد من أفراد الأسرة نشاط مخالف عن الفرد الآخر حتى يظهر مجهودي ويكون في تنوع في الأدلة وتعطي الأدلة قوة. إذا انتقلت إلى نقطة التحفيز والمشاركة في جوائز التميز التربوي ونشر ثقافة التميز، هذه أيضا الحمد لله أيضا التعلم عن بعد قربها وجعلها سهلة للجميع. من صفات الأسرة المتميزة نشر ثقافة التميز بين أفرادها أولا. أنا لا أنشر ثقافة التميز خارج الأسرة وأنا أسرتي ليست مميزة، لا يجوز. أولا أبدأ بأسرتي، أبدأ بنفسي. عندما أصل أو أجد أن أبنائي على قدر التميز وأنا وصلت إلى حد ما إلى مرحلة التميز، في هذا الوقت يجب علي أن أنشر ثقافة التميز خارج الأسرة لكي تعم الفائدة، وأنا سوف أستفيد. لا أقول كيف أنشر أعمالي وأعمال أبنائي والآخرين يستفيدون منها، أبدا. أنت عندما تنشر التميز أبنائك يستفيدون أكثر من الآخرين، أنت تستفيد أكثر من الآخرين. فيجب علينا أن نشجع أنفسنا وأبنائنا على نشر ثقافة التميز حتى نحافظ عليه
والجميع يكون متميز فنستفيد من بعضنا. ممكن اذا نشرت ثقافه معينه لابنائي او لنفسي سبحان الله ياخذها احد يكون اقل قدره ولكن يطور فيها ويصبح افضل مني بكثير، فانا استفيد من تجاربه ايضا. فيجب علينا اولا نبدا بالاسره، نبدا بانفسنا او بانفسنا، ثم بعد ذلك ننشر ثقافه التميز خارج الاسره. وانا اتحدث ايضا عن الاسره المتميزه، فيجب ان تكون جهود الاسره المتميزه تختلف عن الاسره العاديه. الجميع يبذل، الجميع يجتهد، الجميع يهتم بأبنائه، ولكن عندما أبدأ في ملف الجائزة وأوثق وأضع الدليل في ملف الجائزة أتذكر دائما أنني أتحدث عن الأسرة المتميزة، إنها أسرة متميزة، فيجب أن تضاعف المجهود، يجب أن تبرد يعني أشياء بشكل أقوى، وأضع نفسي مكان المحكمين. وربما أن محكما ما وقع في يده 40 ملفا، والآن يجب عليه أن يختار ملف واحد متميز. هنا سوف يحدد من أكثر تميزاً. ربما أن يكون جميع 40 ملف متميزون، جميع 40 ملف يستحقون الفوز، ولكن شيئاً واحداً فقط ممكن أن يحكم عليه المحكم أنه هذه الأسرة تكون فائزة. فيجب علي دائماً عندما أقوم بتوثيق الملف أضع نفسي مكان المحكم، وأضع كل الأشياء التي تجعلني متميزة، لأن أنا دخلت أسرة متميزة، لابد أن أحرص على أن يكون أبنائي متميزون، أنا متميز، الدلائل متميزة وقوية، طريقة توثيق الملف ووضع الأدلة أيضا متميزة، لأن من صفات الأسرة المتميزة كل شيء متميز، أسرة متميزة، أبناء متميزون، العائلة متميزة، إذا لابد أن يخرج منها أو متوقع أن يخرج منها عملا متميزا، ملفا متميزا. يذكر في هذا المجال التحفيز في الجوائز التربوية ونشر ثقافة المعرفة ونشر ثقافة التميز، خمس فعاليات تقدمها الأسرة، تخصص لكل فعالية 20 درجة. ممكن أعطيكم بعض يعني أشياء كثيرة جدا، ممكن أن أقوم بإعداد باوربوينت عن جميع الجوائز وأنشر على مواقع التواصل الاجتماعي وأخذ ردود. هذه يعني ممكن فعالية من الفعاليات التي أقوم بأدائها لنشر ثقافة التميز. أعطي ورشة عن جائزة الشارقة للتميز. عندما أتحدث عن جائزة الشارقة للتميز وأتحدث عن التحفيز والمشاركة في جوائز التميز التربوي ونشر ثقافة التميز، لا أتحدث فقط عن جائزة الشارقة، ولكن يجب علي أن أنشر ثقافة التميز في جميع الجوائز. أتحدث عن قائد المؤسس، ممكن أن أقدم ورشة، ممكن أن أقدم أيضا ورشة أو تعريفا أو بروشورات تعريفية عن جائزة حمدان بن راشد رحمه الله عليه، أو جائزة الشيخ محمد بن خالد، فلا أخص جائزة عن أخرى، نقول الجوائز التربوية. إذن فيجب أن أهتم في هذا البند بنشر ثقافة التميز في جميع الجوائز. إذا قمت بنشر مثلا ثلاث أساليب أو أربع أساليب عن جائزة التميز التربوي، وجاءت أسرة أخرى قامت بتنفيذ خمس فعاليات ولكن كل فعالية عن جائزة مختلفة، أيهما أقوى؟ هي التي قامت بتنوع في الجوائز، نحن نتكلم عن جميع الجوائز في هذه النقطة. فيجب أن أضاعف جهودي وأن أنشر ثقافة التميز بطرق مبتكرة وجديدة وتشمل جميع أو بعض الجوائز، ولا تقتصر فقط على جائزة الشارقة للتميز التربوي. عندما أتحدث عن جهود الأسرة في تعزيز الهوية الوطنية وقيم المواطنة، هذه النقطة ولله الحمد أجدها بما أنني معلمة ومعلمة رياض أطفال، ويعني من سنوات طويلة وأنا أتعامل مع الأطفال وأمهاتهم، أجد أن هذه النقطة تتوفر عند غالبية الأسر بكثرة كبيرة جدا. المشاركة في الفعاليات الوطنية الرسمية، دعم المبادرات الوطنية ضمن الأجندة الوطنية للدولة، هذه نقطتين. إذا تحدثنا عن النقطة الأولى وهي المشاركة في الفعاليات الوطنية الرسمية، هي في المشاركة الطلبة في المناسبات الوطنية، في اليوم الوطني، في يوم الشهيد، في يوم العلم، وفي هذه المناسبات الجميع يشارك بلا استثناء. بس يجب أن تكون هذه المشاركات متنوعة ومتعددة وعلى مستوى الدولة
أو مستوى المجتمع المحلي. لا يكفي أن تكون على مستوى المدرسة فقط، ممكن أن نأخذ في نطاق الدولة، إذا استطعنا أن نكون على مستوى الوطن العربي وهكذا، فهي تختلف من أسرة إلى أخرى. الأسرة التي تشارك في جميع الفعاليات أو في 5-6 فعاليات على مستوى المدرسة تختلف عن الأسرة التي تخرج إلى خارج المدرسة وتشارك على مستوى المجتمع المحلي وتشارك على مستوى الدولة. فهذه المشاركة في الفعاليات الوطنية الرسمية أجد جميع الأسر بلا استثناء يشارك فيها لجميع أبنائه، ولكن في تفاوت في طريقة المشاركة. يجب أن نركز جيدا عندما أن نشارك أبنائنا، لا نشاركهم جميعهم على مستوى المدرسة، ننوع في المشاركة، ولا جميعهم في فعالية واحدة. يجوز أن نشارك جميع أبنائنا، بل مستحب، ولكن عندما أن أشاركهم في فعالية أو نشاط يجب أن أنتبه جيدا للتنوع. إذا أحببت في إن شاء الله في السنوات القادمة أن أقدم لأبنائي في جوائز تربوية، فلا تكون الملفات متشابهة في جميع الفعاليات في نفس المكان، فأنوع لكي يعطي للملف قوة. النقطة الثانية في جهود الأسرة في تعزيز الهوية الوطنية وقيم المواطنة هي دعم المبادرات الوطنية ضمن الأجندة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة. ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني أن نحن في كل عام يكون لنا شعار معين لهذا العام. على سبيل المثال، عام زايد كان له شعار، عام الابتكار كان له شعار، عام التسامح كان له شعار، وهكذا. يجب علينا أن نأخذ 3 أعوام متتالية ونأخذ قضية لكل عام بنفس الشعار، نتبنى هذه القضية ويكون لنا أهداف سامية لهذه القضية ونسعى إلى تحقيقها، سواء على المستوى الشخصي أو على المستوى المجتمعي، ويكون لجميع أفراد الأسرة دور في هذه القضية، لها أهداف، لها إجراءات، لها جهود مبذولة، لها أثر ولها نتيجة. كما قلنا، على ليست فقط تشتمل سنة واحدة ولكن 3 سنوات، من عام 2017 إلى عام 2020-2021، 3 سنوات، وهذا الفصل الدراسي أو هذان الفصلان الدراسيان يكون تشتمل على 2018 و 2017 هذا عام، 2019-2018 هذا عام، إذا عامان، 2019-2020 3 أعوام، وهذا الفصلان من هذا العام 2020-2021. أتبنى قضية لكل عام من الأعوام الماضية، ممكن يكون قضيتين في الأعوام الماضية، وأتبنى القضية الثالثة في هذا العام. تكون لي خطة تنفيذية واضحة محددة، يكون لأفراد عائلتي دور واضح وبارز في هذه الخطة، وأنفذها وأضع لها الأثر لهذه الخطة. كان آخر شيء في هذه الورشة، انتهت ورشتنا. يتلقى أي أسئلة؟ لو من لديه أي سؤال نحن حاضرون، من لديه استفسار نحن حاضرون. أشجعكم على الاشتراك في جائزة الشركة للتميز التربوي وفئة الأسرة المتميزة، لأنها عملكم أنتم كآباء وكأمهات، لا تأخذ منكم الجهد الكثير ولا تأخذ منكم الوقت الكثير، فهو عملكم. جاهزة إن شاء الله لأي سؤال أي استفسار. الله يعطيك العافية أستاذة، بارك الله فيك وجهودك وتوضيح الصراحة لهذه الجائزة، شجعتينا صراحة، حمدتينا. حبيبتي بارك الله فيك، أتمنى يعني التحق بالجائزة، إنها رائعة. أنا العام الماضي اشتغلت فيها ولم أكن أنوي أن أدخل فيها، ولكن عندما رأيت المعايير قرأتها بالصدفة، كنت أشتغل في ملف إحدى بناتي، ورأيت المعايير، سبحان الله، يعني نظرت إليها، فلم أكن أريد أن أذهب إلى معايير جائزة الشركة فئة الأسرة المتميزة، ولكن قرأتها بالصدفة. عندما قرأتها وأتذكر ما أفعله وما نقوم به جميعا قبل يمكن تقديم الجائزة بأسبوع أو أسبوعين فقط، قلت لنفسي أقوم بتجميع الأدلة الموجودة عندي وأضعها لكي أخذ التغذية الراجعة فقط، وقمت بوضع الأدلة ببساطة، لا زخرفة ولا مبالغة في التنسيق ولا أي شيء، فقط وضعت شعار الجائزة، وضعت هذه البنود الرئيسية والبنود الفرعية والدلائل فقط في أسبوعين فقط، ولم كنت أنوي أن أقدم. سؤال وجواب،
يعني لا تحتاج الكثير من الإبداع والكثير من، لكنها سؤال وجواب. الشارقة لها سماتها وشخصيتها المعينة في جميع فروعها، هي تحتاج السؤال والجواب فقط، لا تريد زيادة ولا تريد أقل. اقرأي وجاوبي، افهم السؤال وضعي ما يدل عليه. فأشجعكم جميعا، أنها رائعة، شغلكم أنتم أبناؤكم. ما أمتع وما أجمل أن أشتغل أجمع أبنائي ويشتغلوني معي في شغلهم، هم الذي قاموا فيه. بالعكس، في تنمية للأبناء، في تحمل المسؤولية، زيادة الثقة في أنفسهم. أنا وجدت كثير من الإيجابيات في هذه، الحمد لله بفضل رب العالمين حصدنا الكثير من الجوائز التربوية في جميع المجالات ولله الحمد. ولكن فئة الأسرة نمت وطورت شخصية بناتي بشكل كبير جدا، وجعلت لديهم تطلعات مستقبلية أكبر، لأنهم هم كون كل بنت من البنات قومي بتجميع عملك وضعيه هنا فقط، والناقص أكمليه. هذه ملخص جائزة الشارقة للتميز التربوي فئة الأسرة المتميزة. أنتظر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بخير والحمد لله. كيف حالك يا أمر؟ يا أستاذة. نعم. كيف طريقة التدليل الجائزة؟ نعم حبيبتي، أعيدي حبيبتي لم أسمعك، أعيدي. كيف طريقة التسجيل الجائزة؟ سوف أرسل لكم فيديو إن شاء الله، سوف أضع لكم فيديو على قناة المخيم المنار يوضح كيفية التسجيل للجائزة. حسناً؟ شكراً أستاذة سهر. عفواً حبيبتي، أشكرك على مداخلتك الجميلة. ونحن أيضا نشكرك أستاذة سحر على هذا العرض الرائع والمميز، أبدعتي في العرض وأوجزتي في شرح المعايير، وبمناسبة بناتك المتميزات أحب أن أقدم ابنتك المتميزة أبرار على حضورها لورشة أمس مع فريق السلامة والأمن والسلامة الرقمية، وقد تواصلت معي ويعني أعطتني فكرة أنها سعدت بالحضور وأنها قد طبقت بشكل عملي لمحتوى الورشة عن السلامة الرقمية، وهي تود اليوم أن تعرض أحد الأعمال التي تود تشاركها مع الحضور تطبيقا عمليا لورشة أمس. فهل هي مستعدة الآن أستاذة سحر لمدة 5 دقائق أو 10 دقائق؟ نعم حبيبتي، نعم، جزاك الله خيرا على إتاحة الفرصة لها. فعلا هي قد تحدثت معك، الآن سوف تقوم بعمل شير من لابها إن شاء الله. إن شاء الله، شكرا أستاذ سحر. هل يوجد أي سؤال للحضور أستاذ سحر قبل المغادرة؟ ممتاز. ننتظر الطالبة أبرار. الطالبة أبرار قدمت معنا ورشة في أول يوم من مخيم الربيع عن تصميم صف افتراضي، ولها مسابقة أتوقع أن الجميع يعلم عنها خلال قناة التليجرام. يوجد أيضا لها عديد من المشاركات المجتمعية والرقمية. الآن من يريد معنا من الطلبة أو من أولياء الأمور مراجعة معلوماته عن السلامة الرقمية يستعد الآن للمشاركة مع الطالبة أبرار. أيضا سوف أعرض لكم رابط الحضور لمن يريد تسجيل الحضور. هذا هو رابط الحضور اليوم. أيضا سوف أضع الرابط على قناة التليجرام. يمكنكم أيضا متابعة تسجيل الحلقة عبر قناة اليوتيوب. بعد هذه الورشة الساعة 5 نترككم قليلا للاستراحة. الساعة 5 بإذن الله تعالى لدينا دعوة عامة لجميع أفراد الأسرة لعرض اختصاصية التغذية الأستاذة خديجة المنصوري، جلسة خاصة برمضان. كل عام وأنتم بخير، وكيف يكون بداية للصحة أفضل بإذن الله تعالى. سوف نبدأ الساعة 5، فكونوا معنا. الآن عرض الرابط الحضور.
إلى أن تستعد الطالبة أبرار بال... مرحبا. مرحبا، هل أنت آلاء؟ نعم موجودة أبرار، كيف حالك آلاء؟ سعيدين بوجودك عزيزتي. أبرار هل أنت مستعدة للعرض؟ حبيبتي شكرا. سوف أقوم بمشاركة الشاشة الآن. تفضلي آلاء، هل لديك سؤال عزيزتي؟ هل تعلمين آلاء أن أبرار؟ نعم، هل تعلمين أن أبرار حضرت ورشتك بالأمس مع الفريق، وهي اليوم تريد أن توضح كيف تعلمت منك أنت والفريق أمس، فهل أنت مستعدة؟ نعم بكل سرور أتطلع لورشتها. تفضلي أبرار. نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الطالبة أبرار عصام عبد الغني في الصف السادس. لقد حضرت بالأمس ورشة زميلتي وصديقتي وكانت جميلة جدا وأعجبتني. شكرا لك على جهودك. لذلك اليوم سوف أتكلم أيضا عن التنمر الإلكتروني لمراجعة المعلومات التي تعلموها بالأمس، وبعدها سوف نلعب فقرة أسئلة، وبعدها سوف أتكلم عن الملكية الفكرية وأيضاً مع فقرة أسئلة. أتمنى أن تركزوا جيداً معي كي تستطيعوا الإجابة على الأسئلة بشكل صحيح. أولاً، تعريف التنمر. ذكر في الكثير من المواقع أن التنمر هو استخدام الإنترنت والتقنيات المتعلقة به بهدف إلحاق الضرر بالآخرين بطرق متعمدة أو متكررة وعدائية. وذكرت عدة جمعيات إنسانية التنمية الإنسانية أن التنمر الإلكتروني هو العمل على إيقاع الأذى على الطرف الآخر، وذلك باستخدام الأجهزة الإلكترونية المرتبطة بالإنترنت مثل الأجهزة اللوحية. ويعرف التنمر الإلكتروني بأنه فعل عدائي يقوم به المتنمر إلكترونيا باستخدام التقنية الحديثة ضد طرف آخر بغرض إلحاق الضرر به ماديا معنويا اجتماعيا ونفسيا. بالطبع هناك بعض الأضرار الناتجة عن التنمر الإلكتروني. هناك أشكال متعددة للتنمر الإلكتروني ينتج عنها أضرار مختلفة الدرجات، وأغلب الدراسات التي أجريت كانت على طلاب المدارس وفئة المراهقين بالتحديد، حيث تكون التغيرات النفسية والجسمية لديهم في أوجها، وتعرضهم لصدمات عاطفية كبيرة، واستعدادهم للقيام بأي ردة فعل اتجاه الطرف المتنمر. من هذه الأضرار يمكن أن نذكر فقدان المعلومات والبيانات الهامة، اختراق الأنظمة والقوانين، التشهير بالآخرين والسخرية منهم، العزلة عن المجتمع المحيط. هناك أيضاً أساليب علاج التنمر الإلكتروني، منها إعداد البرامج التوعوية الثقافية التي تشرح ماهية التنمر الإلكتروني، مراقبة الأبناء عند استخدامهم للأجهزة الإلكترونية وبرامج التواصل المختلفة. أخيراً، أهمية التعاون والتواصل مع إدارة المدرسة في هذا الشأن. بعد أن انتهيت من مراجعة المعلومات عن التنمر الإلكتروني، الآن فلنلعب لعبة لنقيس مدى فهمكم للتنمر الإلكتروني. يمكن سوف أضع أن الرابط في الشات، وهناك أيضا الباركود يمكنكم نسخه ولعب اللعبة عن طريق تصويره بالهاتف، وسوف يظهر سهم بالأسفل وتضغطون على السهم، ويمكنكم الذهاب إلى اللعبة. أيضا سوف عندما أضع الرابط سوف أنتظر دقيقتان إلى أن تقوموا بالحل، وبعدها سوف أفتح اللعبة لكي نلعب معا. جاب على الأسئلة يمكنه أن يكتب في الشات. أبرار، ما هو اسم البرنامج؟ Learning App. هل يوجد رابط لأضعه فيه على قناة التليجرام؟ نعم، سوف أقوم بوضع الرابط الآن. ولكن هل أنا أظهر؟ أنا فتح الكاميرا، هل أظهر؟ تفتحين الكاميرا الآن؟ أنا فتحتها مسبقاً منذ بدايتي، وأنا فاتح الكاميرا، هل أظهر؟ أتوقع يعني لا أبرار. حسنا، المشكلة سوف أغلقها أفتحها مرة أخرى. وضعت الرابط في الشات، يمكنكم الدخول.
لا يوجد. هل لا يظهر الرابط لديكم؟ وضعت الرابط على قناة التليجرام أيضاً. أيضاً الباركود، من ليس لديه شات يمكنكم مسخ الباركود والدخول إلى اللعبة. سوف أنتظر دقيقتين إلى أن تدخلوا وتلعبوا، وبعدها سوف أدخل إلى الرابط لنلعب معاً في اللعبة. من يريد الإجابة يمكنه أن يرفع يده لأختاره ويجاوب على الأسئلة. ومن لديه مشكلة في الدخول فليخبرني. أبرار زهرة لدي كأنها لعبة بازل، هل هذا صحيح؟ ليست بازل. هناك السؤال بالأعلى. سوف أدخل الآن إلى اللعبة وأريكم. من فضلك اشرحي لنا كيفية حل هذه اللعبة معك. تظهر شاشتي صحيح؟ الأولى فقط. لا مشكلة. الآن هل تظهر اللعبة؟ ليس بعد. الآن نعم. هنا التنمر الإلكتروني، هنا هذا هو السؤال، وفي هذه البازل هناك الأجوبة. التنمر الإلكتروني هو هناك أكثر من إجابة. هنا مثلا فلنختار هذه، ضغطنا على هذه الإجابة وظهر لنا أنها صحيحة. مثلا إذا ضغطنا على إجابة خاطئة سوف يظهر لنا هكذا ويخبرنا أن هذه الإجابة غير صحيحة. مثلا إجابة أخرى صحيحة ضغطت عليها ذهبت البازل، ونقوم بإجابة على أسئلة إلى أن نجد جميع الصورة. هذه هي اللعبة. الآن من يريد اللعب معي فليرفع يده وسوف أختار. ماذا؟ من يريد اللعب يمكنه أن يرفع يده ليختاره ويقوم بالإجابة على الأسئلة. نرى هنا أن شيماء قد قامت بالحل. أحسنتي، قامت بالحل حل جميع الأسئلة وانتهت من الصورة. هنا أيضاً ألفت، انتهت. هي أول ثلاثة يرسلون الصورة. سوف هي أنتظر أول ثلاثة، أول ثلاثة يرسلون الصورة سوف يكونون هم الفائزون. من لديه مشكلة في هل أو هناك سؤال لا يستطيعه يمكنه أن يسألني. سوف أنتظر. نعم، لا يوجد شات عندي. شاشتي غير موجودة. حسنا لا بأس، سوف أقوم بمشاركة مرة أخرى. إلى أين أرسل الصورة؟ الآن هل تظهر شاشتي؟ لقد انتهيت من الحل. أحسنتي، أرى أيضا أن مدية قد أرسلت الصورة. إذا أول ثلاثة أرسلوا الصورة كانت شيماء وألفت ومدية. أحسنتم وبارك الله فيكم. الآن قبل أن نذهب إلى الملكية الفكرية، هل هناك شخص قد تعرض للتنمر من قبل يمكنه أن يخبرني، أو شخص كان يتنمر ولكن توقف الآن عن فعل هذا؟ ما لديه أي شيء يمكنه أن يخبرني مثل مداخلة قبل أن نذهب إلى الملكية الفكرية؟
هل هناك أي شخص؟ حسناً، إذن فلنذهب إلى الملكية الفكرية الآن. أتمنى أيضاً أن تركزوا في الملكية الفكرية كي تستطيعوا الإجابة على الأسئلة بشكل صحيح. هل تظهر الشاشة؟ هل شاشتي تظهر لكم؟ فقط اللعبة يا أبرار. أعتقد أن هناك مشكلة، سوف أقوم بإعادة المشاركة. حسناً، والآن؟ نعم عزيزتي، الآن واضحة. الملكية الفكرية. أولاً، ما هي الملكية الفكرية؟ الملكية الفكرية هي نتاج فكر الإنسان من إبداعات مثل الاختراعات والنماذج الصناعية والعلامة التجارية والأغاني والكتب والرموز والأسماء. لا تختلف حقوق الملكية الفكرية عن حقوق الملكية الأخرى، فهي تمكن مالك الحق من الاستفادة بشتى الطرق من عمله الذي كان مجرد فكرة ثم تبلور إلى أن أصبح في صورة منتج. هناك أيضاً الملكية الصناعية، وتشمل الاختراعات والعلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية وبيانات المصدر الجغرافية. الآن سوف أحدثكم قليلاً عن الملكية الفكرية. أولاً، الملكية الفكرية ما هي؟ ولماذا يجب علينا مراعاة حقوقها؟ لابد وأنه قد مر عليكم فيديو في اليوتيوب محظور مشاهدته ولا يمكنكم مشاهدة هذا الفيديو. يكون هذا بسبب أن صاحب هذه القناة أو هذا الحساب قد أخذ عمل شخص آخر ووضعه في حسابه بدون أن يخبر الشخص أو يستأذن منه. لذلك يقوم اليوتيوب فوراً بحظر هذا الفيديو، وهذا هو ما يسمى بالملكية الفكرية، يعتبر سرقة. وأيضاً الملكية الفكرية هي من أحد أشكال التنمر الإلكتروني، لأنه يقوم بسرقة أعمال شخص آخر. وأيضاً سوف أعطيكم مثال في نطاق صغير. في المدرسة مثلاً، هناك طالبة قامت بعمل مشروع في المدرسة ونسيت أن تكتب اسمها عليه، وهناك طالبة أخرى لم تقم بعمل مشروعها فأخذت مشروع الطالبة وكتبت عليه اسمها وقامت بإرساله. بالطبع سوف تخبر صاحبة المشروع المعلمة. وهناك أيضاً أضرار ناتجة، مثل سوف تقوم مثلاً المعلمة بتنقيص الطالبة درجات، أو سوف تقوم بإلغاء مشروعها، أو تقوم بطردها من المدرسة. أيضاً سوف تفقد ثقة أصدقائها، وسوف تفقد ثقة معلمتها. فلذلك الملكية في أن أقوم بسرقة حقوق شخص آخر هو شيء سيء. مثال على نطاق أوسع، مثلاً عندما يقوم شخص ما بتأليف كتاب، يذهب إلى عدة مكاتب ليحصل على حقوق النشر. ولذلك عندما نستعير كتاب أو نقوم بشرائه، عندما نفتح الكتاب في أول صفحة يكون مكتوب حقوق النشر واسم المؤلف واسم الرسام، وهذا كي لا يأخذ أي شخص آخر عمل هذا المؤلف. أيضاً وزارة الاقتصاد هي الجهة المعنية بتسجيل الملكية الفكرية وحمايتها في دولة الإمارات. يمكنكم تقديم طلب تسجيل علامة تجارية أو مصنف فكري أو براءة اختراع إلكترونياً عبر موقع الوزارة. هنا أخيراً حقوق الملكية الفكرية. الغرض الرئيسي من قانون الملكية الفكرية هو تشجيع إنشاء مجموعة واسعة من السلع الفكرية. من أجل تحقيق ذلك يمنح القانون حقوق ملكية الأفراد والشركات للمعلومات والسلع الفكرية التي ينشئونها، والتي تكون عادة لفترة زمنية محدودة. يعطي هذا حافزاً اقتصادياً من أجل إنشائها بسبب إتاحته الاستفادة من المعلومات والسلع الفكرية لمن أنشأها. من المتوقع أن تحفز هذه الحوافز الاقتصادية الابتكار وتسهم في التقدم التكنولوجي للبلدان الذي يعتمد على مدى الحماية الممنوحة للمبتكرين. هنا منتهى الحماية لمجالات الملكية الفكرية.
براءة الاختراع 20 سنة من إبداع الطلب، العلامات التجارية 10 سنوات، البراءة النباتية 20 سنة، التصميمات التخطيطية تكون 10 سنوات، حق المؤلف مدى الحياة، والنماذج الصناعية تكون 10 سنوات. هكذا انتهيت من شرح الملكية الفكرية، والآن أيضا هناك رابط في الملكية الفكرية لأرى مدى فهمكم، وهل استطعتم أن تفهموا شرحي جيدا أم لا. أيضا سوف أقوم بوضع الرابط في برنامج Learning Apps، وهذا هو الكود لمن ليس لديه شات. لقد قمت بوضع الرابط في الشات، أيضا سوف أنتظر دقيقتان إلى أن تدخلوا، وسوف أقوم بفتح اللعبة للعب معا. هي لعبة كلمات، تضغطون هنا على الأرقام ويظهر لكم السؤال وتكتبون في الأسفل الإجابة، وبعدها تضغطون هنا للتصحيح عندما تنتهون. هيا أنتظر مشاركتكم. ما يوصل. نعم؟ ما يوصل الرابط. حسناً، لا مشكلة، هناك هذا الباركود يمكنك نسخه والدخول إلى الرابط. هل تعرفين كيفية الدخول بالباركود؟ وضعته أيضاً على قناة التليجرام عزيزتي. نعم. حسناً. يمكنني فقط أبرار أقدم التحية في اللعبة السابقة للطالبة سارة، الطالبة سارة محمد الحفيتي، والوالدة عائشة محمد الحفيتي، ما شاء الله كانوا موجودين معنا من بداية الورشة وقاموا بالحل وأرسلوا لي الحل على قناة التليجرام. إن شاء الله موفقين في اللعبة الثانية. نعم، شكرا لكم، أحسنتم. هيا، من لديه مشكلة في الرابط الثاني أو لا يعرف كيفية الحل يمكنه أن يخبرني. هيا بعد قليل سوف أقوم بفتح الرابط للحل معا. أنتظر مشاركاتكم. أتمنى أن تكون معلوماتي أفادتكم، وأن تكونوا قد فهمتم من شرحي. دعيني هل لديك بعض من الشرائح أبرار لعرضها قبل الانتقال إلى عرضي؟ لا، فقط اللعبة. أتمنى منكم أن تقوموا بالحل وترسلوا إلى الشات. أستقبل حلكم. شكرا لكم. شكرا أبرار، سوف أعرض أيضا بعض المشاركات على قناة التليجرام. من لا يستطيع المشاركة عبر قناة الدردشة، عبر الدردشة هنا في التيمز، يمكن المشاركة عبر إرسال التعليق أو الإجابة هنا في خلال الملكية الفكرية. شكرا جزيلا للطالب حسن والطالبة سارة، قد أرسلوا لي الإجابة في المرة الأولى. بهذا الوقت قد انتهينا من الورشة الأولى لليوم. شكرا عزيزتي أبرار، شكرا للأستاذة الفاضلة سحر علي السيد على تقديمها هذه الورشة للتحفيز والتشجيع على المشاركة في جائزة الشارقة للتميز التربوي فئة الأسرة المتميزة. شكرا عزيزتي. أشكرك حبيبتي أستاذ سما، وأشكر كل القائمين على هذا المخيم وعلى يعني الفقرات الرائعة ودعم الطلبة الموهوبين والدعم ونشر ثقافة التميز. شكرا لكم جزيلا.
عفوا عزيزتي، ونشكر أيضا الطالبة المتميزة من الأسرة المتميزة الطالبة أبرار عصام عبد الغني على حضورها ورشة أمس وتطبيقها للورشة اليوم. شكرا جزيلا، نترككم في استراحة قبل أن نبدأ ورشتنا القادمة الساعة 5 بإذن الله تعالى. نلقاكم على الخير مع الأستاذة خديجة المنصوري وتحدثنا عن رمضان وبداية لصحة أفضل. كل عام وأنتم بخير. استراحة لمدة ربع ساعة. سوف أغلق الآن الاجتماع ونفتحه مرة أخرى الساعة 5 بإذن الله.